أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من المؤشر، برنامج الاقتصاد والأعمال، الأسواق والاستهلاك ببث حي ومباشر من قناة هلا. وفي حلقتنا لهذا اليوم، نقابة عمال البناء واتحاد المقاولين تباشر في العمل على برنامج النجوم الآمن والسلامة في البناء. كيف أصبح الأمن والأمان في مجال البناء تحدي لهذه المؤسسات وأصحاب الورش؟ وأيضا في المؤشر، تقسيم التركة والميراث على قدر ثبات النصوص كذلك يتأثر من التغييرات في الضرائب والحداثة وتغيير حالة التركة من زمن لآخر. هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، لكن نبدأ بأهم الأخبار الاقتصادية. قال مكتب الإحصاء الصيني أول أمس السبت أن أرباح الشركة الصناعية زادت بوتيرة أسرع في أكتوبر تشرين الأول، مما يوفر حماية الاقتصاد أو حماية لاقتصاد متعثر يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام. وأظهرت البيانات الرسمية أن الأرباح في أكتوبر تشرين الأول ارتفعت 24.6% عن العام السابق لتصل إلى 818.7 مليار إيوان صيني، ما يقابل 128 مليار دولار، صاعدة من مكاسب بلغت 16% في سبتمبر أيلول. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة كبيرة من التغييرات يوم الجمعة المنصرم على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة. وجاءت التوصيات في أعقاب مراجعة استمرت لأشهر تهدف إلى ضمان استفادة الناس من التنقيب في الأراضي والمياه الاتحادية، ولكن في علامة على الجدل الشديد المحيط بهذه القضية، انتقدت جماعات حماية البيئة المقترحات ووصفتها بأنها ضعيفة للغاية، وانتقدتها الصناعة باعتبارها صارمة جداً. تسببت أنباء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات المتاحة حالياً في دفع المستثمرين للمسارعة باللجوء للملاذات الآمنة في عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بينما جنى متعاملون الأرباح أيضاً بعد موجة صعود للدولار الأمريكي. ومن الأخبار الاقتصادية ننتقل عبر الهاتف للحديث مع عبد القادر مرعي من بيت الاستثمار هلمن الدبي. مساء الخير عبد القادر. مساء النور. عبد القادر، يعني هذا الانخفاض الشديد والمتتالي لأسواق مختلفة في العالم، هل هو نتيجة يعني السلالة الجديدة من فيروس كورونا، أم أنه تحقيق أرباح للصعود كان متواصل لفترة طويلة؟ للأسف لؤي، سلالة أوميكرون كيف الاسم المطلق عليها أو الطفرة الجديدة للكورونا كانت هي السبب الرئيسي للهلع اللي كان في الأسواق في يوم الجمعة الأخير. شفنا الأسواق تنخفض بالمعدل 3%، في أسواق نزلت حتى أكثر من هيك 4%. النفط ينخفض بشكل سريع لاتجاه 68 دولار. لا شك أنه كان السبب الرئيسي هو الكورونا، وطبعا هذا مش آخر المقال، ممكن نشوف أيام القريبة في انخفاضات، لكن أتوقع أنه رح نشوف سريعا جدا أسواق ترجع أو ترتفع من جديد، لأنه إمكانية أنه نستمر مع كورونا في الوضع اللي نحن موجودين فيه بتخيل كثير بعيدة. شركات الأدوية طلعت تصريحات أنه رح يكون في فحص خلال أسبوعين هل التطعيم الموجود ممكن يعطي جواب للسؤال الجديد، وإذا لا رح يكون في تعديل على التطعيم في بداية السنة، بيكون تطعيم جديد اللي عمليا بحد من انتشار المرض. فوجودنا جميل في وضع الزايد ممكن نشوف انخفاضات في أيام معينة، لأنه الأشخاص المستثمرين بتطلعوا على فترة طويلة، بعتقد أنه مفضل ما يعملوا تغيير وضلوا محل. جميل عبد القادر، يعني في نفس اللحظات اللي الأسواق العالمية كانت بانخفاض، عادة منشوف لما يكون في انخفاض بأسواق معينة الأسواق أخرى تحقق المكاسب، ولكن لم نشاهد هذا الأمر. يعني المؤشرات العالمية تنخفض، أيضا الذهب لم يحقق المكاسب، يعني كان بنفس التسعيرة تقريبا على 1800 دولار للأونصة. النفط يخسر من مناطق
75 دولار إلى 65 دولار تقريبا، ارتفع نوعا ما بعدها صحح السعر، ولكن كان بانخفاض. حتى العملات المعممة أو ما يسمى الكريبتو كرانسيز مثل البيتكوين وغيرها أيضا لم تحقق المكاسب، يعني كانت على باللحظات الحرجة لأسواق مختلفة كانت أعلى من 65 ألف دولار للبيتكوين، ولكن هي بهذه اللحظات التداول فيها على مقربة من 57 ألف دولار، يعني لم تحقق المكاسب. وين راحت الأموال هذه اللي سحبت من هذه الأرصدة؟ لا شك إنه حالة الهلع اللي كانت موجودة بتذكرنا كيف كانت الكورونا في أول أيامها في سنة 2020. كانت كل الأسواق بتنزل بدون أي رقابة، أو تقول أنت مش عارف وين تروح وكيف تساوي. في حال إن اليوم أنا عندي سهم سعره 100 شيكل ونزل ل 80 شيكل، عمليا في حدا أنا بعته السهم ب 80 شيكل أو بعته من بين ال 100 ل 80 شيكل، في حدا استفاد من طلوعي للسوق. ممكن أنا بلش أرسم جديد، يعني إذا أنا عمال قاعد بطلع على المؤشرات في الوقت الحالي في البورصة في ارتفاع ما يقارب 0.6%، بالداكس برضه يرتفع، في انخفاض في وتيرة الانخفاض الموجودة، النفط يرجع إلى اتجاه 72 دولار. فلا شك إنه الهلع الموجود أدى لانخفاض في كل المؤشرات على الإطلاق، وبالأخص في أسهم شركات السياحة، الطيران، إدارة الأموال، أسهم ثانية لشركات مثل التكنولوجيا شفناها ترتفع مثل الزوم وغيرها. فلا شك كان في تباين، لكن التباين الموجود ما كانش ملحوظ، انه المخاوف اللي كانت اكبر من انه الاشخاص او المستثمرين يطلعوا. لا شك ممكن يكون في ناس استغلت الفرصه وباعت الاسعار المرتفعه جدا من بعد ارتفاع ما يقارب سنه شوي. ففي ناس استفادت من يوم الجمعه واليوم، وفي ناس خسرت اللي هي عمليا ممكن يكون باعت لسبب الهلع واليوم هي برا من بعد ما خسرت يوم الجمعه ويوم يوم الاحد في البورصه الاسرائيليه. جميل جدا، اكتفي بهذا القدر واشكرك عبد القادر مرعي، كان معنا من بيت الاستثمار هلمان الدبي. شكرا لك. القوانين الصارمه والاجراءات الضروريه لحمايه العمال من حوادث العمل لم تحقق الاهداف. هل برنامج المكافآت للمقاولين او برنامج النجوم للمقاولين على اساس نجاح المقاول في حمايه عماله سوف يغير المعادله؟ للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ان نستضيف المحامي وائل عبادي، مدير قسم قطري بنقابة عمال البناء الهستدروت. مساء الخير وائل. مساء الخير لكم جميع المشاهدين. يعني احنا لما نيجي نحكي عن برنامج النجوم الامن او الامن والسلامة في البناء، احنا حكينا واستضفناك عدة مرات وحكينا عن موضوع حوادث العمل المؤسفة اللي يعني تجني ارواح باهظة من الاسر العربية خصوصا. هل اللجوء لبرنامج جديد وبعقلية مختلفة قد يكون يعني قد فعلا يعني ممكن شجعها هذه العقلية للتفكير ما يسمى تفكير خارج الصندوق، ولكن هل بهي اللحظة تعلن النقابات فشلها في البرامج الأخرى، البرامج العقابية، البرامج المختلفة من ناحية دورات مختلفة ومن ناحية عقاب وجزع على كل المقاولين والورش اللي ما بيقوموا في واجباتهم؟ هل يعلن فشل هذه البرامج المختلفة قبل ما ندخل عن البرنامج الجديد؟ أنا لا أسميه فشل، ولكن أيضا ليس هناك نجاحا كاملا أو باهرا. إحنا بنتكلم هنا عن 300 ألف عامل موجودين في فرع البناء، يعني صعب إلنا أو كنقابة أو أي مؤسسة إنها تصل إلى جميع 300 ألف عامل واحد واحد. ففكرنا إحنا مستمرين أيضا بإرشاد وتعليم وتثقيف العمال، أن نحن سنستمر بهذه الدورات والورشات لمنع، يعني هذا البرنامج بالإضافة لي. هذا البرنامج إضافة إلى البرنامج اللي للعمال. ارتأينا أنه يجب أن نرشد ونحفز المقاول نفسه، عدد المقاولين طبعا من الطبيعي أقل من عدد العمال. صحيح. ممكن بوقت أقصر بكثير أنه نصل لكل المقاولين في فرع البناء بإسرائيل والشركات المقاولة أسهل وأسرع من ما نصل ل 300 ألف عامل اللي موجودين. فجنبا إلى جنب بحذوا مع إرشاد والوقاية للموظفين والعمال، أن نحن ارتأينا أن نبدأ ببرنامج جديد الذي يرتكز ويتركز على المقاولين وأصحاب العمل. جميل، إذا خلينا ندخل في برنامج النجوم. شو المقصود هذا البرنامج النجوم؟ احنا بنتحدث هون عن برنامج أو خطة كاملة
شاملة متكاملة من جميع النواحي اللي التثقيف وتحفيز أصحاب العمل أصحاب الشركات المقاولة على اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة في ورشات العمل اللي تابعة لهم. كل شركة مقاولة لها ورشة عمل اللي فيه عشرات العمال. فنحن في برنامج من هالنوع نحفز، وأنا أتأمل أنه في المستقبل نلزم أيضا كل شركة مقاولة إنها تدير سجل من إحدى سجلاتها يكون بعنوان الأمن والسلامة والحوادث. تعال ندخل على شو هي الإجراءات وشو هي يعني خلينا نقول الحظوظ اللي ممكن يكسب فيها المكاسب لصاحب المصلحة أو الورش أو المقاول. شو الإجراءات الأولى؟ البرنامج نفسه البرنامج الجديد يعني بعده زي ما تقول بأولى خطواته الجديدة. حلو. في 18-11 الأسبوع المنصرم كان هناك اجتماع كبير جدا في حضور عضو الكنيسة نائب وزيرة الاقتصاد السيد يائير جولان اللي هو شريك كامل بهذا البرنامج، ومن هنا نرى أن الحكومة أيضا دخلت ومؤسسات الحكومة دخلت للاشتراك في هذا البرنامج. أعلننا عن برنامج النجوم، وكل شركة مقاولة وكل مقاول يدخل في هذا البرنامج سيتم تدريجه بعدد من النجوم، نجمة واحدة كما هو الأمر بفرع الفنادق مثلا. جميل. هناك نجمة نجمتين ثلاثة خمس نجوم، وبالخمس نجوم هو العدد الأقصى. كيف المقاول ممكن يشترك في هذا البرنامج؟ أي مقاول ممكن يشترك بتوجهه إلى مقر السلام والأمان في إسرائيل اللي معوش رقم وبقدر يتصل على. جميل. إذا كل شخص ممكن يشترك، كل شخص والإجراءات بسيطة، بيكون بعملية اتصال وبيقول أنا مستعد أشترك. من هاي اللحظة شو بتتم الإجراءات؟ بهاي اللحظة يبعث إليه مندوبين من مقر السلام والأمان، بيفحصوا ورشة العمل، بيفحصوا الشركة كيف تعمل وبأي تقنيات تعمل. وإذا الشركة يعني أول نجمة، مشان يحصل على أول نجمة الأمر جدا بسيط، بده فقط يسجل في موقع الإنترنت على الإلكتروني، سجل وصلوا عنده مندوبين اثنين، و يعني خلينا نقول كان تم تسجيله وتسجيل أيضا الملاحظات على إثر هاي التسجيل بحصل على نجمة النجمة معين. الأولى. حلو. كيف ممكن يرتفع في النجمات؟ في النجمات بعدها بده كل عملية بده يعملها بده يوثقها في موقع الـ 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 كل عملية المقصود اللي هي برفع مستوى الأمن والأمان. الأمن والأمان. حلو. فبعدها بده يعمل في كل يوم صباحا يعمل يجمع العمال عنده ويعطيهم محاضرة صباحية ربع ساعة إرشادات عن الأمن والمخاطر اللي بيواجهوها. إذن في بده يكون بعد المرحلة الأولى يعني خلينا نقول بفعاليات مختلفة لرفع مستوى الأمن والأمان في داخل الورشة. صحيح. بهذه الحالة طبعا مع التوثيق بحصل على ارتفاع بعدد النجمة، نجمتين وثلاثة وأربعة وهكذا. طيب شو المكاسب اللي بحققها من هذه النجمة؟ أول إحنا البرنامج هذا قائمون عليه نقابة عمال البناء اللي استدروت برئاسة السيد إسحاق ميال، صندوق تشجيع وتطوير فرع البناء بإسرائيل بمديره العام شاي بيران، ووزارة الاقتصاد المندوب عنها نائب الوزير السيد يائير جولان. جميل. بغض النظر من المسؤولين شو هو بحصل؟ هنا كلفت لجنة اللي تعلن عن أي شركة موجودة وداخل في البرنامج إنها تقوم بالإعلان الدوري بالجرائد اليومية إنه الشركة الفلانية عندها ثلاث نجوم أربع نجوم أو. ولكن ما الفائدة إنه حصل على ثلاث نجوم وأربع نجوم؟ كيف ممكن يعود عليه عائد مادي معين أو غيره؟ عائد مادي. أنا بقول لك كيف. إحنا نطمح أيضا بتغيير قانون القوانين المناقصات في الدولة إنه من يحصل على أربع نجوم فما فوق فبإمكانه التعاقد بعقود مع الشركات. ولكن هذا الحكومية. قيد البحث. هذا قيد البحث حاليا. جميل. قيد البحث. لكن في نية إنه يأخذوا هذا التوجه. إحنا بتداول مع بنقاش مع هذا الأمر، وأنا أتمنى وأتأمل إنه
نقدر نحققه ويكون شو في اشياء تم تحقيقها بالنسبه لمكاسب لمن يدخل من المقاولين لهذا البرنامج؟ اولا احنا بنرافقه بجميع المراحل ونوفر له سياره والامن والسلامه اللي بتتواجد اذا بطلبها بتتواجد في موقع العمل، وممكن انه خلال ساعه كل عامل يفوت على السياره يتعلم عن جميع وسائل الامن والامان في ورشات العمل والمخاطر التي قد تواجهه في ورشات العمل لنتفاداها ولنقلل من حوادث العمل. حوادث العمل بعدها ما نزلتش، يعني احنا كل اللي عملناه وكل اللي بنعمله، انا لحالي عملت اكثر من 2000 ورشة تدريبية في للعمال الفلسطينيين في بيت صفافة، بس 2000 من 300,000 العدد محدود يعني. صحيح جدا. طيب على كل احنا بالنسبة يعني هذا البرنامج اللي قد يكون انه في بعض المكاسب قد تحققت وفي مكاسب مستقبلية اللي ممكن تحقيقها، ممكن هذا البرنامج بمرحلة معينة يصير برنامج اجباري؟ نحن نعمل على هذا. نحن برضو الموضوع الإجبار اللي في قيد الموضوع بالمرحلة الأولى بنقدرش نجبر، بدنا نعلن عن البرنامج، بدنا نشجع الناس تفوت المقاولين يفوتوا عليه، يعني دخوله ممكن يكون بالتراضي، ولكن سوف نلزم كل، نحن نطالب بسن قانون أو مشروع قانون بإلزام جميع المقاولين بالدخول ببرنامج من النوع، لأنه البرنامج في جوهره وفي حيثياته وفي برنامجه يساعد يخدم مصلحة الأمن والأمان لكل العمال في فرع البناء. جميل، أشكرك أستاذ المحامي وائل عبادي مدير قسم قطري بنقابة عمال البناء بالهستدر. شكرا لك. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد. شروط تقسيم التركة قد لا تتغير، ولكن القوانين الضريبية قد تشكل عبء على الورثة ومراجعة للتركة من حين لآخر. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف المحامي توفيق طيبي من الطيبة. أهلا وسهلا بكم. صراحة نحن يعني تداولنا هذا الموضوع من فترات مختلفة، وقد يكون من المفروض أنه هذا موضوع يومي وحياتي، وكديش له تأثير على الأسر أيضا. يعني بهذا الشكل يمكن إحدى هذه الأسباب أنه بحب أنا أرد أتطرق لإله. وطبعا تغيير القوانين قد يكون أيضا له تأثير من مرة لأخرى، وتغيير الحال في الترك نفسها أيضا له تأثير على الترك. صحيح. خلينا نعمل خلينا نقول نبدأ المحادثة بكلمة شعني، شو نقصد الترك؟ نقصد في تقسيم التركة يعني عمليا يبدأ موضوع تقسيم التركات بعد وفاة المورث، وشرط من شروط تقسيم التركة يجب أن يكون حصر إرث للمتوفى. ما يعني لا يمكن أنك تعمل تقسيم تركة بدون حصر إرث. هاي أحد المشاكل على فكرة الوسط العربي بتكون وفيات فيش حصر إرث وبقسموا تركة وبعدهم مش عاملين حصر إرث، مرات تمرك 10 سنين وعشرين سنة ومش عاملين حصر إرث لا للأب ولا للجد، وهذا بيؤدي إلى مشاكل. فإذا أنا بنصح أنه أول شيء يعني واحد يعمل حصر إرث بفترة قريبة من بعد وفاة المورث أو المتوفى، ما يستناش في هذا الموضوع، لأن إذا في وصية للمورث كمان لازم نعملها تثبيت في المحكمة، يسموه أمر تثبيت أو في عبران سافكيوم. إذا كلمة تركي اسمح لي على المقاطعة هي كل ما هو ملك المتوفى. بالضبط. ومن شروطه كفيش إنه يكون في وفاة يعني للمورث، كمان لازم يكون في حصر إرث. يعني الوفاة بحد ذاتها لا تكفي، يجب أن يكون حصر إرث أو تثبيت للوصية، إما هيك أو إما هيك. أما لا يمكن نقسم تركة ومش عاملين حصر إرث أو تثبيت وصية. هاي ممكن أساسي. يكون في تقسيم مرحلي معين؟ يمكن واحد يعمل تقسيم مرحلي، أو أحيانا بيكون تقسيم يعني لجزء من الأملاك يعني، وثم بعد هذا التقسيم الجزء الآخر يمكن. ولكن الإشي اللي بدي أنوه له هون الجانب الضريبي في الموضوع، لأنه هاي هي النقطة الأساسية. النقطة الأساسية لأنه إذا تكون عملية تقسيم التركي ونصها بدي روح للضرائب ما حدا بيعملها، وراح بالأخير يكون في يعني ثمن باهظ.
لان في امكانيه واحد يقسم التركي بدون ما يدفع بتاتا ضريبه، يعني لسبب انها وراثه، ما يعني ما امتلكه حديثا الشخص الوارث هو يعتبر قيمه ورثها، مش مفروض يدفع عليها ضريبه. مش يعني بس هيك، بتعلق كيف اتفاقيه تقسيم التركي كيف كتابتها. حلو، هون شغل المحامي مهم جدا. لازم يكون محامي خبير في هذا الموضوع. تقسيم التركي اذا عملت باتفاقيه اللي مش معمول بشكل مزبوط، يمكن تدفع عليها ضرائب مبالغ طائله. من احد شروط الموضوع هذا انه يجب ان يكون تقسيم التركي يساوي الحصص في حصر الارث. وضح لي اكثر. يعني مثلا اذا واحد له ربع في حصر الارث، ما بينفع ان اعطيه في تقسيم التركي اكثر من الربع. يعني اذا هو اخذ في التقسيم التركي اكثر من حصته الارثيه او اقل، لازم يكون في سبب لهذا الشيء. السبب اما يكون في صار في بيع او شراء بين الورث، يعني واحد دفع مصاري للثاني، صار في تنازلات، وهي الضريبه بدها تحب تعرف هاي الشغله مشان دفعك عليها ضريبه. اذا صار في عمليه بيع او شراء ودفع بين الورثه، بين الورثه، هاي عليها ضريبه، اصبحت تقع فيها لذلك انا قلت ضروري جدا يكون نص الاتفاقيه حكيم. يعني ممكن اذا بدنا نجيب مثل انه شخص بيطلع له نسبة معينة، فرضا هذه النسبة بتكون له، بيطلع له شقة، ولكن هو بشكل فعلي اتفق مع اخوته انه ياخذ شقتين، ولكن الجزء في التركي اخذ شقة، بعدها الدولة بتقول له الشقة الثانية كيف حصلت عليها بالضبط. فهي اللحظة بدفع ضريبة على هاي الشقة، الشقة الزيادة كملك. نعم، الشقة الزيادة، الشقة الزيادة. فلذلك اذا اتفق بالاصل مع اخوته انه ياخذ شقتين، اذا لازم يطلعوا نصيبه الشقتين، اصبح مش ربع، فرضا نص مثلا، من نقول مثلا بالضبط. اوكي ماشي. كمان شغله بدي انا انوه لها، انه احيانا بيكون في عده قطع للمورث، عده اراضي، عده املاك في عده مناطق. صحيح. فبصير في ما يسمى انه انا بتنزل لك في هاي المنطقه وانت بتتنازل في منطقة أخرى. حلو. انت بتتنازل منطقة جنوبية، انا بتنازل لك منطقة شمالية والآخره. هذا جائز في تقسيم التركات. برضو هنا التنازلات المتبادلة يجب أن تكون منطقية وتكون عمليا يعني لا تتعارض مع الحصص الإرثية في حصر الإرث. صحيح. يعني ولكن ممكن تقول لي انت طيب يجوز انه كان في تنازل في أرض اللي هي داخل تنظيم مقابل أرض اللي هي زراعية، هل يجب أن يكون نفس النسب؟ هنا الجواب بيكون لا، لأنه كمان ينظر للموضوع من ناحية القيمة الاقتصادية. يعني قيمة أرض داخل تنظيم بنا هي ليست كقيمة أرض زراعية، لذلك كمان هاي الضريبة بتفحصها، هاي الشغلة بتفحص شو هي قيمة الأرض، يعني فيما يسمى مخمن للأراضي اللي بفحص الأمور هاي بالتفصيل. لذلك أنا قلت ضروري جدا لاستشارة محامي قبل هذا الموضوع، بحيث أن يكون في أجوبة للضريبة لما بدك تسألك أسئلة ليش هون أخذ أكثر وليش هون أخذ أقل، لازم يكون في جواب مقنع. شو الضرائب اللي ممكن يقع فيها يعني الورثة؟ يعني هي عموما عمليا اللي نحكي عنها هي ضريبة التحسين، ماشي بح نحكي عن عقارات، لأنه العقارات تكون عن ضريبة تحسين، أو ماس الخشاء اللي هو ضريبة الشراء. بس زي ما حكيت إذا بنعمل اتفاقية بشكل صحيح يمكن ما تدفعش ولا إشي. جميل. هاي لازم يعني انتبه، لأنه في ناس بتخاف تعمل تقسيم تركي وبتفكر انه في ضرائب عليها، فبضل الموضوع مشاكل بين الناس وبتركوها من جيل لجيل. صحيح. شو انت تطرقت لنقطه، هو كان السؤال القادم، فيما لو اذا المورث اللي توفي كان عليه ضرائب معينه مثل ضريبه التحسين وغيرها وغيرها ضرائب، هل الورثه مجبورين يدفعوا هذه المبالغ؟ بشكل عام الدين هو على المورث مش على الورثة، ولكن إذا استصدروا حصر إرث عملية ممكن تيجي الضريبة وتقول أنتوا مسؤولين عن الدين هذا، لأنه هسه أنتوا صرتوا ورثي. ما لم يستصدروا حصر إرث تقدرش الضريبة تطالبهم. لك في كثير ناس شو بيعملوا، بيطلعوش حصر مشان يطلب الضريبة طلبهم. طب شو الحل بهذا الشكل؟ يعني صاحب خلينا نقول
المدين بهذه الضريبة توفي، ليش الورثة يدفعوه؟ عادة قد يكون، اسمح لي على المقاطعة، قد يكون أحيانا الضرائب هذه اللي طبعا ما تم علاجها صحيح عن طريق محامي بالشكل الصحيح صحيح قد تكون قيمتها أعلى من الأرض. مظبوط صحيح. طلع أفضل كيف يتعامل هنا الورثة؟ أفضل شغلة في هذا الموضوع أنا بتصور إنه أحسن شيء واحد يقتل الدين. كيف يعني يقتل الدين؟ كيف؟ يعني يخليه يموت، يعني يصير في تقادم له، لأنه بنهاية فترة التقادم يعني بعد 7 سنين. آه. إذا 7 سنين وما صارش في عملية جباية لهذا الدين لأنه الزلمة يعني توفى، 7 سنين من لحظة الوفاة ولا 7 سنين من فترة المورث وهو عايش من لحظة أنه كان عليه الدين؟ يعني هو المفروض تكون عملية جباية من يوم ما انولد الدين، من يوم ولادته. لكن إذا فرضا الدين هو جديد يعني ويعني يلازم تاريخ الوفاة تقريبا، فمن نحسب من تاريخ الوفاة؟ 7 سنين. لأن في كثير مرات أنا بعرف في كثير ديون على ناس اللي هي صار لها 10 و20 سنة و30 سنة، أرقام خيالية. صحيح. وليش هاي ما بتتم معالجتها؟ هسا ممكن هاي معالجة عن طريق واحد يتوجه عن طريق محامي للمحكمة. ويطلب من المحكمة محو هاي الديون. حلو. بحجة إنه صار في عليها تيشنوت يعني تقادم. تقادم. لما في تقادم ما صارش في عملية جباية ممكن محوها أو على كل أغلبها، أغلبية الديون. معظمها او يوصل ما يسمى مخالصه مع الضريبه باقل مبلغ، لانه بيكون هم الضريبه والمعنيين يحصلوا ولو على القليل افضل من شيء. اقل مبلغ يعني فرضا قيمه 10% من القيمه ولا اقل ولا اكثر؟ ترى هم عاده المبالغ هاي بتكون مضخمه، بيكون فيها غرامات، بيكون فيها فوائد، بيكون فيها، فيعني لما بتكون كل هاي الشغلات بيضل المبلغ الاساسي قليل. آه. عاده يعني قديش يعني ممكن يعني فرضا ممكن واحد بيعطوا له 100,000، يعني ممكن مرات تنزل 10% وممكن مرات ما تدفعش. تنزل 10%. آه. مش تنزل فقط 10%. لا 10%. ممكن. هلا 10% مهما يكون الرقم كبير شيء مغري ان الواحد يدفعه طبعاً. ينهي كل طبعاً. هاي العلاقه مع طبعاً. الضرائب طبعا هم معنيين برضو، يعني في كثير ديون قديمه جدا اللي بدهم يحاولوا يخلصوا هالملفات. صحيح. طيب شو بالنسبه ل يعني خلونا نقول بنحكي امرار الورث، راح نحكي امرار التركي، هل هي كلمة نفس الشيء؟ ما في اختلاف قانوني أو لا نفس الشيء. لما نقول تركي هي يجب أن تكون يعني متعلقة بميراث. فيش تركي بدون ميراث. قلت إنه لازم يكون في حصة إرث. بس خلينا يعني نوه لما نقطة مهمة بالنسبة للطابو. نفرض إنه كان في حصة إرث وراحوا سجلوا حصة إرث في الطابو في عدة قطع أراضي. هل يمكن بعد ما صاروا مسجلين حصص في الأراضي المختلفة وكل واحد شو حصته معروف قديش في كل قطعة وقطعة، هل يمكن يعملوا تقسيم تركي بعد ما صاروا مطوبين حصص؟ هذا سؤال كثير مهم. فضل. لأنه قديما كان إذا بدك تعمل هاي العملية كان في عليها ضريبة. شو كان في عليها؟ ضريبة كبيرة. لأنه قالوا إنه ليش ما عملتش أنت تقسيم التركي قبل ما طوبت؟ كان مفروض انك انت تطوب. جميل. هذا موضوع كثير مهم بدي توضح لي اياه. بس بعد الفاصل. بعدين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نخرج الى فاصل ومن ثم نعود. اهلا وسهلا بكم من جديد، ونعود لضيفي في الاستوديو المحامي توفيق طيبي. احنا هنا يعني الفقره الاولى بسؤال بالنسبه لتقسيم التركي بعد تطويب حصل الارث، شو التاثيرات او شو ممكن يحصل بسبب هذا الاختلافات؟ طلع صار تعديل في القانون انه بحيث انه يمكن كمان بعد تطويب حصل الارث او تطويب تثبيت الوصيه في الطابو يجي الورث يقول يا عمي احنا بدنا نغير قسمي. هل التغيير والتعديل عليه ضرائب؟ هذا هو السؤال. لانه حكينا انه اذا حصل على جزء من الارث وليس كجزء من الحصة الأصلية بيدفع عليها ضريبة اذا مزبوط. لم تسجل بالشكل الصحيح. مزبوط. اذا عملية التغيير هاي قد تعرض الشخص لدفع الضرائب. اذا ما عملتش بالشكل الصحيح. شو الشكل الصحيح؟ السؤال انه يعني هنا نعم يمكن تغيير، يعني مش مشكله. انه اليوم حسب القانون ما في مشكله انه يجي الورث يقولوا بعد فتره احنا يا عمي غيرنا راينا بدنا نعمل شيء ثاني. كان لنا في شركه وكان في عقارات وكان في سيارات. بالضبط. وبعدها بسنتين قال اسمع انا بديش السيارات بدي العقارات، دون بدلوا بين بعض. في امكانيه، بس زي ما حكيت لك يجب دائما الاهتمام بانه
ما يحصل عليه كل وريث وفقا للتقسيم التركي يكون مساوي لحصته الإرثية. حلو، هاي دائما المبدا. ايوه فهمت عليك. يعني ممكن تغير يعني اذا مثلا بده يترك، فرضا على سبيل المثال مش نكون واضح، بده يترك عقار معين شقه ثمنها فرضا 100,000، بده ياخذ قبالها سيارات ثمنها 100,000 مثلا، مش ياخذ ثلاث سيارات، ياخذ ثنتين على سبيل المثال. آه. هيك انا واضح ممتاز. قديما على فكره في النص القانوني القديم كان لا يمكن ذلك. كان اذا انت ما قسمتش التركة قبل تطويب حصل ارث في الطابو راحت عليك. يعني كان حلو. يعني فاليوم يعني في امكانيه انك تعمل التقسيم حتى لو متاخر، بس اهم شيء جميل يكون هل حصل ممكن إرث. تغيير حصل الارث من ناحيه نسبه الورث لكل شخص؟ لا يمكن، لانه هذا شيء تعرف هاي حصص مكتوبه اما في الشرع اما شرعا معروف. وهي النقطه بدي ادخل فيها بالنسبه للقسم ان كانت شرعا او مدنيا، شرعيا او مدنيا ندخل فيها، بس قبل ما ندخل فيها، اما اذا اتفقوا على نص معين في حصل الارث ما في امكانيه تغيير هذا النص. لا يمكن، لا يمكن. شيء اخر ينعمل، يمكن يجي يكون واحد من الورثه بسموه عمليه تخارج او بالعبراني هيستلكوت، يجي يكون وريث انا بدي اطلع من كل عمليه التركي تنازل، يعني يطلع من كل التركي. هل يجوز ذلك؟ يجوز، يجوز. وهيك النسب بتختلف للمتبقي. بالضبط بالضبط. جميل. طيب ندخل على نهايه التخارج بكون قباله مصاري، يعني فيش حال بيطلع من دفع له شيء. حلو. في كمان يعني اذا بدنا نتطرق لموضوع توزيع الورثه ومن ناحيه النسب، في عنا قانون الشرعي وفي عنا قانون المدني. نعم. مين أقوى من مين؟ وهل ممكن الواحد يغير؟ لا يعني وانت حمروا على المحكمة الشرعية، إذا كل الورث وافقوا يروحوا على المحكمة الشرعية. صحيح. إذا وريث واحد قال أنا مش موافق، مدني، مجبورين يروحوا على القانون المدني. حلو. القانون المدني، اسمح لي على البينج بونج بالسؤال. أوكي. القانون المدني بيجبرنا بنص معين ولا ممكن نتفق على نص مختلف؟ لا يمكن، يعني هاي موضوع الحصص الإرثية لا يمكن التلاعب فيها، لا شرعا ولا في القانون المدني. هاي أمور مكتوبة في القانون. حلو. يعني مثلا إذا مثلا الذكر مثل حظ الأنثيين في القانون الشرعي، خلص هذا قانون. حلو. ما بده الواحد يغير فيه. إيه وين التغيير بيكون؟ هون أهمية تقسيم اتفاقية تقسيم التركي، هي هاي الشيء اللي بيميزها، إنه إذا أجوا بدهم يعملوا تغييرات معينة، هاي ممكن يعملوها التغييرات مش من خلال تغيير حصل إرث، حصل إرث بدناش نغيره، من خلال اتفاقية تقسيم التركي بيعملوا هاي التغييرات والتبادلات والتنازلات. جميل. التنازلات والتبادلات هي بنوع التركي، يعني زي ما حكينا في عقارات وفي مثلا شركات، انا بدي كل حصتي من العقارات او انا بدي حصتي كل من هالشركات مثلا. مش بس هيك، ممكن يكون مثلا كل التركي هي عقارات لكن في عده مناطق، فيمكن يكون في تنازلات تبادلات مناطق معينه مقابل، هاي كثير بتصير يعني. طيب هل ممكن اذا كان توزيع التركي كان بالاتفاق شرعي وبعدها صار في تراجع و بدهم يلجأوا للتقسيم المدني ممكن؟ لا يمكن. إذا ترادوا للمرة الأولى على الشرعي انتهى الموضوع. لا يمكن. حتى لو ترادوا على الخروج من هذا النص إلى المدني لا يمكن. وبالعكس طبعاً. وبالعكس طبعاً كمان. جميل. إذا إحنا حكينا عن موضوع التراضي وقصة التراضي، لما نحكي عن شروط التوزيع التركي وممكن واحد ما يوافق، هم خمسة ستة فرضا، واحد ما يوافق، شو بصير بهاي الحالة؟ هاي كثير بتصير، المرات واحد من الورثة لا يوافق، الأغلبية موافقة وممكن الأقلية مش موافقة. شو الادعاء ممكن يحكي على أساس أنه مش موافق؟ في توفى شخص، في له حصل إرث ولازم توزيع تركي. لا هو عمل علاش مش موافق؟ يعني له حصته 10%، كيف بده يكون؟ يعني أحيانا ممكن يدعي يكون أنه تقسيم التركي ظالم له، يعني مش يعني يتعارض مع مصالحه، طالما بده يكون مخمنين على سبيل المثال. مبدئيا ممكن يكون انا غير موافق، ولكن كيف ممكن يعني خلينا نقول اجباره على الاتفاق؟ طلع لا يمكن اجباره على الاتفاق، لكن يمكن شيء ثاني ينعمل، انه اذا ما فيش اتفاق بين الكل التوجه للقضاء.
في محكمة اللي سموها محكمة الأمور العائلية، بيت مشبات يعني مشبحات. ويمكن على فكرة هذا الكل ورث الموافقين يروحوا على المحكمة الشرعية كمان في هذا الموضوع، اللي يطلبوا من المحكمة إن هي تصادق على القسم هاي أو تقسيم التركي رغم إنه في واحد مورث مش موافق. طبعاً هي راح تسمع الاعتراض تبعه، إذا الاعتراض تبعه مقنع فهي يمكن تطالب بتغيير التقسيم، وإذا مش مقنع أحياناً ممكن المحكمة تعطي أمر قضائي بتقسيم التركي رغم إنه مش الكل موافق. حلو، هذا في صلاحية للمحكمة. يعني مش معناه إذا واحد من ورثة موافقش يعني هو له حق الفيتو ما يسمى، ويظل الموضوع هيك معلق. لا. طيب السؤال أيضاً قريب من الموضوع، إذا في شخص أو أكثر من الورثة مش بس معارض على القسمة، أصلاً ما بده يقسم، في عندهم أرض ما بده يقسمها. أوكي، كما هي نفس الشيء نفس المعارضة، يعني هي بنهاية المطاف أنت حقك تيجي تقول على المحكمة إحنا بدنا نقسم التركي، وإنه هاي المعارضة هي ملهاش منطق، إحنا مناش نظلمه بدنا نعطيه حصته وفيش سبب للمعارضة هاي، وإنه إحنا نخلي التركة هيك مشاع ما يسمى. شو الهدف تقسيم التركة أحيانا بكثير من حالات؟ هو الخروج من حالة المشاع. لأن المشكلة أنت لما بتعملش تقسيم تركة بتكون الملكية لكل الورثة هي ملكية مشاع، فبتؤدي لمشاكل بين الورثة وبين الإخوة وبين العائلات. فمشان منع هاي النزاعات أفضل يكون في اتفاقية اللي يعني حتى مش بس إنه ممكن إجبار على إنه يقبل شخص معين يقبل الحصة حسب نص القانون، أيضا إذا رفض عملية توزيع التركي ممكن أيضا إجباره. يجب يكون استصدار أمر قضائي من المحكمة اللي قسم التركي حتى لو واحد من الأطراف مش موافق، طبعا بدون ما إنه يظلم. صحيح. يعني كل واحد بأخذ حصته. بأخذ حصته لكن القصد يجبر. جميل، يعني كثير أفدنا بهاي المعلومات، ونتأمل إنه كل من يقسم تركي يقسمها بالعدل. أشكرك المحامي توفيق طيبة. أهلا وسهلا بكم. أهلين. بهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، كان معكم لؤي الحاج يحيى، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد القادم في نفس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.